الالانين ترانس اميليز از بيستاجد جيب اس بايروفيت.
جلايسين، الجلايسين جزء كونفرت باي جلايسين واسبرين هيدروكسي سايد ترانسفيريز في الباكت يعني جلايسين واسبرين هيدروكسي سايد ترانسفيريز جلايسين از كونفرتد انتو سيرين والسيرين باي سيرين دي هيدراتيز از كونفرتد انتو بايروفيت يبقى بوث جلايسين اند سيرين جيف اس بايروفيت السيستاين السيستاين باي سيستاين دي هيدراتيز ذات جيف اس اولسو بايروفيت سيستاين اند سيستين سيستين از ذا تو مولكيول اوف سيستاين كونجوجيتد توجذر يبقى السيستاين اولسو جيف اس بايروبين الفيرومين الفيرومين مش بايروبين هو الفيرومين كان بيمشي في باثواي كان الفيرومين الفيرومين دي هايدراتيز كان بيدينا في النهايه بروبيومايكو ايه والبروبيومايكو ايه كان بيدينا ساكسيلايكو ايه سبوت بايروبين اند التريبتوفان التريبتوفان از ستادد التريبتوفان از كونفرتد باي ذا كاتابوليزم اوف التريبتوفان الكاتابوليزم بتاع قد اند يبقى في الامين اند اسيتو اسبارتيك and الألامين if A is converted into pyruvate. Which amino acid give us oxaloacetate? I have only one amino acid give us oxaloacetate which is aspartate. Aspartate. While AST which is a reversible reaction converted aspartate into oxaloacetate. Aspartate and aspargine. Aspargine is the aspartate and conjugate with extra amyl. But aspargine and aspartate can give us a oxaloacetate. Which amino acid give us fumarate, phenylalanine as we studied, and tyrosine. Phenylalanine and tyrosine. By the end of the metabolism, give us fumarate. By hydrolysis of fumarate, as fumarate acetoacetate. هيدروليز انزايم بيتكسر الى فيماريت اند اسيتو اسبارتيك الاسبارتيت اونلي ديورينج اليوريا سايكل كان جيب اس ايه اسبارتيت الاسبارتيت از كونفرتد انتو ديورينج اليوريا سايكل الاسبارتيت جيب اس فيماريت الاسبارتيت كان بي كونفرتد انتو زالو اسبيت اند كان بي كونفرتد انتو فيماريت ويتش امانو اس جيب اس ساكسينايكو ايه الجليل اند الايزوليوسين The branch chain amino acid give us succinyl-CoA. The methionine and the threonine by pathway they give us propionyl-CoA. Propionyl-CoA by propionyl-CoA carboxylase changes into methylmalonyl-CoA. Methylmalonyl-CoA by isomerase changes into succinyl-CoA. Three amino acid give us four amino acid give us succinyl-CoA, valine, isoleucine, methionine, and threonine. Which amino acid give us الفا فيتو جلوتاريت الجلوتامين طبعا لازم الجلوتامين قد الفا فيتو جلوتاريت الجلوتامين قد الجلوتامين والهيستيدين جيني الكاتابوليزم بتاعه بيدينا ان فورمامين وجلوتامين وان وي ريموف الفورمامين جروب تشينج انتو الفا فيتو جلوتاريت او جلوتامين قد الجلوتامين كونفرت انتو الفا فيتو جلوتاريت اند اول از وي ستارتد كل الجلوتامين فاميلي فاكرين الجلوتامين فاميلي اللي بنقول عليهم اسمهم ايه البوكا دول جيب اس قد اند جيب اس جلوتامين الجلوتامين اسمه فيت انتو جلوتامين الهوبا الاتش فور هيستيدين الاو فور اوليزين اوليزين از نوت عمال اس انت البروتين ستراكشر فاتس نوت انفولد ان ذيس دايجرام البي فور برونين والاي فور ارجينين يبقى اني امينو اسيد جيب اس جلوتامين قد اند جيب اس الكاتيكوبوتين الجلوتامين الجلوتامين والهيستيدين والبرولين والارجينين. This is the fate of the carbon skeleton of the الامينو اسيد ميتابوليزم اللي احنا خدناها الفتره اللي فاتت دي كلها قد اند اوف ذا الامينو اسيد يا اما بيبقى كيتوجينيك بيديني اسيتو اسيتايل او اسيتو اسيتايل كوي او اسيتو اسيتيك او هيدينا انترميديت اوف تي سي اي عشان تدينا قد ايه بوست الكيتوجينيك الكيتوجينيك انتر التي سي اي تو جيف اس اوكسالو اسيتيك ويتش
باي فوسفين وكالوريتنا توكسيكاينيز يبقى سكروتين. يبقى فايده او الامبورتنس اوف كاربون سكريبتنج في امينو اسيد انها اقل من الديب اس جلوكوز وسط الكيتوجينيك انكلوجن. في انذر دايجرام في النيو بوك في الانتر كونفرجن بتبين كان عليك ليفت سيكوليتي ده يعني كونكشن ما بين او انتر انتجريشن ما بين كربوهيدرات وليفت والبروتين اتس نوت فيري لاست ثينج وي ستارتد today I will finish the amino acid metabolism in the origin and fate of active acidic acid. It's very important and we ask it in the oral exam frequently and in the written exam. The origin and fate of active acidic or acetyl coa. Acetyl coa or active acidic can be formed from carbohydrates, lipid, and protein. ازاي بقى الكربوهيدرات يا دكاتره؟ جلايكوليسيس قد ايه من جلايكوليسيس تجيب اس بايروفيت. البايروفيت باي بايروفيت دي هيدروجينيز انزايم مش نيد ذا اوكسيد دي كاربوكسيليشن ريأكشن نيد 5 كوينزايم اللي هم فال ونال والسي دي واللايبويت والكو اش تشينج انتو اكتيف اسيد. يبقى اول كربوهيدرات باي جلايكوليسيس جيب اس بايروفيت والبايروفيت باي بايروفيت دي هيدروجينيز جيب اس اكتيف اسيد. الليبيد كان جيب اس اكتف اسيتات واي تراي اسيل جليسرول تراي اسيل جليسرول كومبوزد اوف جليسرول اند فاتي اسيد. الجليسرول تشينج انتو تريوس تريكوسفيت اند تريوس تريكوسفيت انتر ان جلايكوليسيس تو جيب اس بايروفيت ويتش از كونفرتد انتو اكتف اسيتات. الجليسرول جيب اس تريوس تريكوسفيت واي جلايكوليسيس جيب اس بايروفيت ات ذا اند واي بايروفيت هيدروجينيز كومبلكس جيب اس اكتف اسيتات. الفاتي اسيد باي بيتا اوكسيديشن هيدينا اكتف اسيدات. يبقى انا عندي كربوهيدرات كل الكربوهيدرات دي بقص بايوريت وقد ان باي بايوريت هيدروجينيز كومبلكس دي بقص اكتف اسيدات. الليبيد تراي اسايد جليسرول الجليسرول تشينج انتو تريوثريكوسفيت انتر ان جلايكوليسيس تجيب اس بايوريت ذن باي بايوريت هيدروجينيز كومبلكس تجيب اس اكتف اسيدات. الفاتي اسيد باي بيتا اوكسيديشن يبقى at the end of every cycle of beta oxidation يبقى أصل cycle. الكيتون بودرز الكيتون بودرز as we studied when there is excessive beta oxidation there is a lot of acetyl CoA. If there is excessive acetyl CoA it's used by the liver mitochondria to purify ketone bodies. This is called ketogenesis. Ketogenesis is followed by ketolysis in extrahepatic tissue. During ketolysis acetyl CoA is generated or disaggregated. Another source of active acetate by ketolysis of ketone bodies give us a active acetate. يبقى انا عندي four sources of active acetate. Carbohydrates, all carbohydrates give us by glycolysis pyruvate and then by pyruvate hydrogenase give us active acetate. The lipid by two sources, triacylglycerol, glycerol part changed into triose triphosphate and triose triphosphate enter in glycolysis to give us pyruvate and at the end give us active acetate. The fatty acid part of the triacyl glycerol and fatty acid by beta oxidation it changes into active acetate. The ketone bodies as a part of lipid metabolism the ketone bodies by ketolysis give us active acetate. البروتين اللي كتر البروتين سواء كان البروتين ده امينو اسيد البروتين عنده جلوكوجينيك او كيتوجينيك. لو كيتوجينيك دايت هيديني اكتف اسيدات سواء كان اسيد اسيتايل كو اي او اسيتايل كو اي هيديني اكتف اسيدات. يبقى كيتوجينيك امينو اسيد هتجيب اس اكتف اسيدات. الجلوكوجينيك امينو اسيد هتديني انترميديت او هتديني بايروفيت والبايروفيت باي بايروفيت في هيدروجينيز كومبلكس هيديني اكتف اسيدات. كربوهيدرات ليبيد والبروتين دول سورسز اوف اكتف اسيدات. ده البريكيرسورز او جلوكوز باي جلوكوز باي جلايكوليسيس كونفرتد انتو بايروفيت والبايروفيت باي بايروفيت دي هيدروجينيز يبقى اسيتايل كو اي. الفات عندي الفاتي اسيد بارت بتاع الترايسيل جليسرول تشينج انتو باي بيتا اوكسيديشن انتو اسيتايل كو اي.
قلنا الجليسرول كمان الجليسرول بارت اوف ذا ترايسايد جليسرول كونفرت انتو ترايوز 3 فوسفيت تو انتر الجلايكوليسيس تجيب اس اورس بايروفيت تجيب اس تايب اي باي بايروفيت هيدروجينيز كومبليكس. الكيتون بادز باي كيتوليسيس تجيب اس اكتيف اسيتيت. طب ايه الفيت اوف اور برودكتس اوف اكتيف اسيتيت؟ ايه الرياكشن او ايه البرودكتس اللي ممكن استفيد بيها او تطلع من الاكتيف اسيتيت؟ عندي 5 components ممكن او 5 components can be formed from الاكتيف اسيتيت. الفيرست كربوهيدرات الاس تايب و ايه is formed from carbohydrates mainly to be oxidized in tricarboxylic acid cycle او TCA to give us at the end energy. يبقى all carbohydrates give us a type A for one goal to give us at the end energy while oxidation in tricarboxylic acid cycle او Krebs cycle. يبقى دي اول product او اول phase في الاسيتايب A give energy through oxidation of TCA. الليبز عندي 3 compounds can be formed from acetyl CoA. Fatty acetyl CoA can be used to synthesize fatty acid by process called lipogenesis. ولو acetyl CoA in excessive amount can be synthesized into ketone bodies by process called ketogenesis in the liver mitochondria. أو can be used in cholesterol synthesis. Acetyl CoA مع active acid مع acetyl CoA كان فيها acetyl CoA مع acetyl CoA ده كان بيدينا HMG CoA. ال HMG CoA ده بريكيرسور بتاع الكوليستين. الكوليستين بقى صنع منه ستيرويد هرمون وصنع منه بايو سولت وصنع منه فيتامين دي بستخدمه في حاجات كتير. يبقى انا عندي 3 components are formed from lipids. Fatty acid by lipogenesis. Ketone bodies by ketogenesis. Cholesterol synthesis from HMG CoA. انا عرفت دلوقتي 4 products from acetyl CoA. It's used for production of energy through oxidation of TCA and 3 components in lipid metabolism. Fatty acid through glycogenesis, ketone body through ketogenesis in the liver mitochondria, and cholesterol through HMG CoA compound. Last use of acetyl CoA is acetylation. It's used for acetylation of compound like what Mike said. أسيتايلكولين. أسيتايلكولين عبارة عن كولين مع أسيتايلكولين شبك فيه أكتف أسيتايلكولين. يبقى synthesis of أسيتايلكولين. أسيتايلكولين. As we studied الميلاتونين، الميلاتونين كان عبارة عن إن أسيتايل سيروتونين بعمله بثايليشن يتحول إلى ميلاتونين. أنا محتاجة أسيتايلكولين عشان أعمل أسيتايليشن للسيروتونين عشان يديني أبقال ميلاتونين. يبقى synthesis of إن أسيتايل سيروتونين used for synthesis of ميلاتونين. والسنتس اوف اسيتايل جلوتامين از ويستاد الفينايل الانين الكاتابوليزم قلنا قلت لنا في الباثوي الروماني ان هو بيمشي في الباثوي بيدينا فيوريت واسيت اسيتايل كو اي وانذر باثوي اللي هو كان بيدينا فينايل بايروفيت وفينايل اسيتيل وفينايل لاكتيت وفينايل اسيتايل جلوتامين. يبقى الفينايل اسيتايل جلوتامين ده واحد من البرودكت بتوع الفينايل الانين كاتابوليزم. عشان اعمل احول الفينايل اسيتايل الى فينايل اسيتايل جلوتامين انا محتاجه اسيتايل. السنسز اوف اول امينو شوجر از وي ستارت لاست يير احنا محتاجين الاسيتايل كو اي كان بيدخل في تركيب الامينو شوجر ونيد اسيتايل كو اي. يبقى وي هاف فور اوريجن اوف اسيتايل كو اي اند فايف برودكت فروم اسيتايل كو اي. فور اوريجن فروم كربوهيدرات ليبيد وبروتين. كربوهيدرات فروم جلايكوليسيس يبقى اسيتايل كو اي والبايروفيت والبايروفيت الهيدروجينيز دي اس اكتيف اسيتات. الليبيد باي تو كومباوندز تراي اسيتيل each cycle of beta oxidation give us acetyl CoA. Out from the ketone bodies by glycolysis give us acetyl CoA. The fate of acetyl CoA and five fate of acetyl CoA active acetate is used mainly for production of energy through oxidation in Krebs cycle. It's used in terms of three compounds in lipids, ketone bodies, by ketogenesis in the liver mitochondria,
فاتي اسيد ثرو لايكوجينيسيس كوليسترول سينثيسيس باي باي فورميشن اوف اتش ام جي او اي ويتش از ذا بريكيرسور اوف كوليسترول اور يوز ات اس فور اسيتيليشن اوف برودكتس لايك سينثيسيس سايكلين او كونفرجن اوف السيروتونين ان ان اسيتيل سيروتونين فور فورميشن اوف ميلاتونين او سينثيسيس اوف اسيتيل جلوتامات او سينثيسيس اوف امينو اسيد While the end of the origin and fate of amino acids.